مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله. إليكم الأحوال الجوية المتوقعة. ستتأثر المملكة اعتبارا من ساعات ظهيرة يوم الأحد بمنخفض جوي، هذا المنخفض مصحوب بكتلة هوائية باردة، وصنف هذا المنخفض الجوي بأنه من الدرجة الثالثة. أيضا هذا المنخفض مصحوب بجبهة هوائية باردة عالية الفعالية، والمقصود بعالية الفعالية أن هناك أمطار غزيرة وبرد وعواصف رعدية وبرق وبرد ورعد، وأيضا الأمطار تنتشر في معظم مناطق المملكة. مشاهدينا فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، LG الرؤية الحديثة. مختبرات ميد لابز 57 فرعاً في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مشاهدينا أهلاً وسهلاً بكم مرة أخرى. على الخرائط التي تمثل أماكن الهطول نلاحظ أن الجبهة الهوائية الباردة ستبدأ بالعبور اعتباراً من ظهر يوم الأحد أو ساعات الظهيرة بدءاً من المناطق الشمالية والغربية، ثم تمتد تدريجياً إلى المنطقة الوسطى وبقية المناطق مع مساء يوم الأحد. ذروة هذه الجبهة وهذا المنخفض الجوي ستكون ليلة الأحد على الاثنين، وبالتالي ستكون هناك أمطار غزيرة مصحوبة بالبرق والبرد والرعد تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وجريان السيول خاصة في الأماكن المنخفضة. يوم الاثنين تخف شوية قليلا شدة الأمطار، لكن تبقى الأجواء باردة وانخفاض آخر على الحرارة وغائمة وماطرة، زخات متفرقة من المطر تشتد أحيانا وتخف أحيانا، لكنها عادة بعد الظهر وفي المساء تخف تدريجيا وتتناقص تدريجيا، تبقى حتى صباح يوم الأحد، صباح يوم الثلاثاء عفوا، لكن اعتبارا بعد الساعة 19 يوم الثلاثاء تستقر الأجواء وترتفع الحرارة قليلا. أما الخرائط التي تمثل درجات الحرارة فنلاحظ أن المملكة ستكون تحت تأثير كتلة هوائية باردة تمثل هذا اللون الأخضر. هذه الكتلة الهوائية الباردة هي مرافقة للمنخفض الجوي الذي سيبدأ تأثيره على المملكة ظهر يوم الأحد وبعد ظهر يوم الأحد، وبالتالي تدخل الجبهة الباردة في هذه الفترة ويندفع خلف الكتلة الهوائية الباردة التي تؤدي إلى انخفاض ملموس على درجات الحرارة. الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة، هذه الليلة أجواء تميل إلى البرودة، درجة الحرارة 14 درجة مئوية، أيضا رطوبة نسبية مرتفعة، وبالتالي هناك فرصة لتدني مدى الرؤية بسبب الشابورة وتكون الندى. لكن الأحوال الجوية المتوقعة خلال الثلاثة أيام القادمة، يوم الأحد زي ما حكينا تتأثر المملكة بمنخفض جوي كتلة هوائية باردة، وبالتالي هناك انخفاض ملموس على درجات الحرارة، أجواء باردة غائمة ماطرة، الأمطار بتكون غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية والبرق والبرد والرعد، وبالتالي هناك فرصة لارتفاع منسوب المياه وجريان السيول خاصة في الأماكن المنخفضة. العظمى يوم الأحد بتكون بحدود 16-17، لكن الصغرى بحدود 9-10 درجات مئوية. الاثنين انخفاض آخر على درجات الحرارة أقل من المعدل بشكل كبير، وبالتالي أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة يوم الاثنين مع سقوط زخات رعدية متفرقة من مطر على فترات. العظمى 13، والأجواء يوم الاثنين بالليل غائمة جزئيا مع احتمال سقوط زخات متفرقة من المطر، والصغرى بحدود 10-11 درجة مئوية. الثلاثاء تقريبا في الصباح بتكون الأجواء غائمة جزئيا، ولكن ترتفع درجة الحرارة نهار يوم الثلاثاء، تصبح الأجواء تقريبا في الصباح بتكون باردة نسبيا، لكن في فترة الظهيرة ترتفع قليلا، لكن تبقى درجات الحرارة أقل من المعدل. العظمى بحدود 15-16، الصغرى بحدود ما بين 10-12 درجة مئوية. أيضا يتخللها أي الليالي الاثنين وليلة
ليله الاحد على الاثنين والاثنين على الثلاثاء، تدني مدى الرؤيه الافقيه بسبب الضباب والغيوم الملامسه لسطح الارض. الاحوال الجويه وكذلك درجات الحراره العظمى والصغرى المتوقعه، المناطق الشماليه انخفاض على درجات الحراره واضح، اجواء غائمه، تبدا الامطار في ساعات الظهيره او ما قبل الظهيره في المناطق الشماليه، وزخات رعديه من مطر مصحوبه بالبرق والبرد والرعد، اربد 19 العظمى والصغرى 13، عجلون 18-12، جرش 19-13، المفرق 19-10 درجات مئوية. وأيضا هناك هبات قوية من الرياح، تصل سرعة الرياح تقريبا أو بعض الهبات ما بين 70-80 كيلومتر. قبل الهطول هناك إثارة الغبار والأتربة وتدني أيضا لمدى الرؤية الأفقية. المناطق الوسطى بعد في ساعات الظهيرة وما بعد الظهيرة تصبح الأجواء في المنطقة الوسطى غائمة جزئيا إلى غائمة، انخفاض على درجات الحرارة، نشاط في سرعة الرياح، قبل الهطول تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار والأتربة المثارة، والحرارة البلقاء 18-11، مأدلة 17-11، عمان 17-10، البحر الميت 27-20، والزرقاء 21-11 درجة مئوية. زي ما حكيت الأمطار غزيرة أحيانا مصحوبة بالبرق والبرد والرعد. المنطقة الجنوبية مغبرة، هناك إثارة الغبار والأتربة بشكل واضح نتيجة نشاط وقوة سرعة الرياح، وأيضا في المساء والليل تتحول الأجواء إلى غائمة، وبالتالي سقوط زخات رعدية من المطر مصحوبة بالبرق والبرد والرعد. الكرك 18-11، الطفيلة 18-9، الشراه 16-6، العقبة 28-13. حتى مدينة العقبة ليلة الأحد على الاثنين يوم الاثنين تسقط زخات من مطر أحيانا، وإمعان 19-7 درجات مئوية. المنطقة الشرقية أجواء مغبرة بامتياز، تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح وكبير، سرعة رياح كبيرة، هبات قوية من الرياح أحيانا تصل إلى 80 كيلومتر في الساعة، وأيضا انخفاض واضح. هناك فرصة لسقوط زخات متفرقة من مطر خاصة ليلة الأحد على الاثنين وصباح يوم الاثنين، والعظمى في الأزرق 23 والصغرى 11، الصفاء 21-10، والرويشد 23-9 درجات مئوية. مشاهدينا هناك بعض التوصيات نرجو من الجميع أخذ ذلك بعين الاعتبار. أول شيء الانتباه من سرعة الرياح وتثبيت المقتنيات الخارجية، أيضا هناك الانتباه من مخاطر جريان الأودية وتشكل السيول خاصة في الأماكن المنخفضة، وأيضا تدني مدى الرؤية الأفقية قبل الهطول بسبب سرعة الرياح المثيرة للغبار والأتربة، وهذا يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية. لكن أثناء الهطول وبعد الهطول هناك تدني لمدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض. نرجو من الجميع أخذ الاحتياطات اللازمة، ونتمنى للجميع السلامة، وشكرا للمتابعة. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، LG الرؤية الحديثة، مختبرات ميد لابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم، المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.